بيبدا الفيلم باتنين حراميه اسمهم سام وجاكي، وبيكونوا في متحف وبيسرقوا جوهره نادره عمرها 7000 سنه. وبعد ما بيخلصوا بيركبوا الاسانسير عشان يهربوا، بس فجاه بيقع الشنب اللي جاكي مركباه وبيشوفهم حراس الامن وبيجروا وراهم، فبيخرجوا من المتحف وبيركبوا العربيه عشان يهربوا. وساعتها بيلاقوا الحراس بيطردوهم وبتتعطل العربيه بتاعتهم، فبيضطروا انهم يخرجوا من العربيه. وبياخد سام الشنطه اللي فيها الجوهره وبيهرب وبيدخل يستخبى في الملاهي، وفجاه بيلاقوا قدامه مساح وبتقع منه الشنطة وبيخرج منها الجوهرة النادرة، وبيروح ناحية كونغر صغير اسمه جوي، فبيدوس سام بالغلط على لوح الخشب اللي الكونغر جوي واقف عليه، وبيطيروا مع الجوهرة لحد ما بيقع في عربية مزارع اسمه توماس. وقتها بيفضل سام يدور على الجوهرة، ومن غير ما يلاحظ بياخد إزازة اللبن بتاعت جوي وبيكون فاكرها الجوهرة، فبيحطها في الشنطة بتاعته وبيجري بسرعة. وقتها بيمشي الجد توماس بالعربية وبيكون جوي مستخبي معاه، وفي نفس الوقت بنشوف آدم ابن توماس وهو معاه بنته إيلا وفي طريقهم لبيت الجد عشان هيعيشوا معاه، وده لأن والدة إيلا توفت من سنتين وحالتها النفسية سيئة جدا. ولما بيوصلوا بيستقبلهم الجد وبيكون سعيد جدا عشان هيعيشوا معاه، وبيوري حفيدته إيلا أوضتها اللي هتقعد فيها. في الوقت ده بينزل جوي من العربية وبيدخل يستخبى في الحظيرة بتاعة توماس. بنروح بعد كده لسام وجاكي اللي سرقوا الجوهرة، فبيقابل رئيسة العصابة بتاعتهم وبيبلغوهم إنهم نجحوا في المهمة، فبتقول لهم إنها هتديهم مكافأة كبيرة جدا. فبتكلمهم عن الجوهرة دي وبتقول لهم ان قد ايه هي نادرة وسعرها اكتر من 100 مليون دولار. فبيديها سام الشنطة وبيقول لها ان الجوهرة فيها، واول ما بتفتحها بتفضل تضحك وبتكون فاكراهم بيهزروا معاها. وساعتها بيتصدم سام لما بيعرف ان الجوهرة ضاعت منه وانه اخد ازازة اللبن بتاعت جوي بالغلط. فبتتعصب عليهم رئيسة العصابة وبتأمرهم يدوروا على الجوهرة فورا. وتاني يوم بتروح الى مدرستها الجديدة وبتحاول تتأقلم على الوضع الجديد، فبتطلب منها المدرسة ايرني انها تعرف نفسها على زمايلها في الفصل، وساعتها بتتريق عليها بنت اسمها مادي وبتحاول تستهزأ بيها قدام كل الطلبة، ولكن بيمنعها زميلها لوك وبيبان كده انه معجب بإيلا. وبالليل بتدخل إيلا الحظيرة وبيبان انها مفتقدة والدتها، وفجأة بتسمع صوت غريب وبتشوف قدامها الكونغر جوي وهو مستخبي وخايف منها، فبترميله فراولة على الأرض وبيروح ياكلها لأنه جعان. وفجأة بيتكلم معاها وبيقول لها ان اسمه جوي، فبتتصدم إيلا وبتكون مش مستوعبة ان في كونغر بيتكلم. وساعتها بينادي عليها ابوها ادم عشان تتعشى معاهم، فبتقول لجوي ما يتحركش من مكانه لحد ما ترجع له. واول ما بتمشي بيكبر جوي بسبب الجوهره النادره اللي اخذها من العصابه، وبنكتشف ان الجوهره دي فيها قوه سحريه وهي اللي خلته يكبر بسرعه ويتكلم. وقتها بتقعد إيلا عشان تتعشى مع ابوها وجدها، وبعد ما بتخلص بتقول لهم انها تقعد في الحظيره، وبيكونوا مبسوطين جدا عشان شايفينها بدات تتاقلم على الحياه الجديده وتخرج من العزله اللي كانت فيها. فبترجع إيلا للحظيرة وبتتفاجئ إن جوي كبر بسرعة، وبتقول له إن ده هيبقى بيته لحد ما تدور على والدته. وفي الصبح بيقعد جوي لوحده في الحظيرة وبيكبر أكتر من الأول، ولما بيحس بالجوع بيدخل بيت الجد توماس وبيفضل يدور على أكل. وبعد شوية بترجع إيلا من المدرسة وبتلاقي الأكل واقع على الأرض وجوي نايم في المطبخ، فبتستغرب إنه كبر بسرعة وبتصحيه بتسأله أنت إزاي كبرت بالسرعة دي؟ بس جوي ما بيكونش عارف السبب. بعدها بيروحوا يتكلموا مع بعض في الحظيرة وبتطلب منه ما يدخلش البيت نهائي عشان محدش يشوفه. وتاني يوم بتروح إيلا للمدرسة وبتسمع الأستاذة إيرني وهي بتتكلم عن الحيوانات المهددة بالانقراض، وبتقول لهم إن حيوان الكونغر ده موطنه الأصلي يبقى في أستراليا وإنه مهدد بالانقراض بسبب حرائق الغابات اللي هناك. فبتخاف إيلا على جوي وبترجع تقعد معاه في الحظيرة، وبتفضل تتكلم معاه عن صاحبها لوك اللي معجبة بيه. وبعدها بتاخده البيت جدها عشان تجيب له أكل، بس فجأة بيجي لوك وبيشوفها وهي بتتكلم معاه، فبيبدأ يقول لها أنت إزاي بتتكلمي مع كونغر؟ فبتحكي له إيلا اللي حصل وبتطلب منه ما يقولش لأي حد على موضوع الكونغر جوي. فبيغير لوك الموضوع وبيقترح عليها إنهم يجمعوا فلوس ويساعدوا بيها الحيوانات المهددة بالانقراض زي الكونغر. فبتتحمس إيلا للفكرة وبيتفقوا إنهم هيعملوا حفلة وهيرقصوا فيها عشان يجمعوا فلوس، وبالفلوس ديت هيتبرعوا لجمعية الرفق بالحيوان. وبعدها بيروحوا يعرضوا الفكرة على المدرسة إيرني، فبتوافق عليها وبتشجعهم ينفذوها في أسرع وقت. وقتها بتسمعهم زميلتهم مادي وبتعرض عليهم تساعدهم في توزيع دعوات الحفلة، بس بيبان كده إنها بتخطط لحاجة شريرة، فبيوافقوا هما الاتنين وبيرجعوا الحظيرة عشان يتدربوا على الرقص هناك، بس بيكونوا محتاجين شوية حاجات فبيقرروا يروحوا
يروحوا السوبر ماركت، فبيطلب منهم جو يروح معاهم بحجة انه مش عاوز يقعد لوحده في الحظيرة، وساعتها بيفكروا في خطة عشان ياخدوه معاهم من غير ما حد يشوفه. وفي الوقت ده بيدور سام وجاكي على الجوهرة السحرية اللي في الملاهي، وبيكونوا متضايقين جدا لانهم مش لاقيينها في اي حتة. وفي نفس الوقت بتكون إيلا ولوك في طريقهم للسوبر ماركت ومعاهم جوي وهو متنكر في لبس واحدة ست، وفي طريقهم كده بتيجي جاكي وسام وبالصدفة بيخبطوا جوي من غير ما ياخدوا بالهم. وبعدها بتيجي واحدة وبتتعرف على سام وبتقوله انها شافته في التلفزيون وانه هو المجرم اللي سرق الجوهرة من المتحف، فبيجري سام بسرعة قبل ما حد يبلغ الشرطة وبيخبط في جوي للمرة التانية، ولكن المرة دي بتقع الهدوم اللي جوي متنكر فيها وبيشوفوا كل سكان المدينة. فبيلاحظ سام الجوهرة السحرية وقعت من جوي وبيعرف انها كانت معاه طول الوقت دوت، فبيخاف جوي وبياخد الجوهرة وبيطلع يجري بسرعة. وقتها بتشوفوا إيلا وبتلاقي الناس عمالين يجروا وراها، فبتروح تقابل المدرسة إرني وبتطلب منها تساعدها. وأثناء ما كان جوي بيحاول يهرب بيشوف إيلا في عربية إرني وبيركب معاها وبيهرب، وبعد شويه بيرجعوا للحظيره وبتحكي لها إيلي على كل حاجه، وبتعرفها ان جوي مش فاكر اي حاجه عن عيلته او المكان اللي جه منه. فبيجي والدها ادم وبيبدا يتكلم مع مدرسه ارني وبيطلب منها يكلمها على انفراد عشان يعرف منها مستوى بنته في الدراسه. وساعتها جوي بيفتكر سالي مربيه الحيوانات بتاعته اللي في الملاهي، وبتقرر إيلا تدور عليها عشان ترجعه لوالدته. وفي نفس الوقت بتتكلم حقيقه الشرطه في الاخبار وبتقول ان الجوهره النادره موجوده مع كونغر اسمه جوي، عشان كده قررت تستعين بكونغر من نفس فصيلته، والكونغر ده هيبقى اسمه دان، وده عشان يعرف مكان جوي بالظبط ويقبض عليه. وبعدها بيوصل لوك للمدرسة وبيوزع هو ومادي دعوات حفلة الرقص على كل الطلبة، وبيقدروا يجمعوا مبلغ كبير عشان يتبرعوا بيه لجمعية الرفق بالحيوان. وتاني يوم بتروح العصابة للغابة وبيبدأوا يدوروا على جوي عشان ياخدوا منه الجوهرة، وبالصدفة كده بيشوف سامي الكونغر دان وبيكون فاكره جوي، فبيقرب منه وبيحاول يحط ايده في الجراب بتاعه، ولكن دان بيشوفه وبيفضل يضربه. بنرجع بقى تاني للاطفال وهم بيجهزوا نفسهم لحفله الرقص وبيبداوا يعملوا دعايه عشان يحطوها في المدرسه. وقتها بقى بيجيب جو هديه لصديقته ايلا وبيديها لها، وبيكون عامل لها اسوره من الورد عشان يعبر لها عن حبه ليها. وبعدها بتيجي المحققه وبتقابل ادم والد ايلا وبتقول انها عاوزه تفتش البيت لانها بتفتش في كل البيوت اللي في المدينه لانها بتدور على الكونغر جوي. فبتروح للحظيره وبتقابل إيلا وصديقها لوك، وساعتها بيستخبى جوي في السقف، وبيجي الكونغر دان وبيحاول يشم ريحة جوي، بس فجأة كده بيقع جوي من على السقف، فبيشوفه دان وبيتأثر من قوة الجوهرة السحرية اللي معاه، وبيرفض يقول للمحققة على مكان جوي. وأول ما بتمشي المحققة بتظهر العصابة، وبيقرروا يراقبوا الحظيرة عشان يعرفوا إذا كان جوي موجود هناك ولا لأ. ولما بيدخل آدم الحظيرة بيشوف جوي وهو بيتكلم فبيفقد الوعي. وبالليل بتروح مادي للمدرسة وبتسرق فلوس الحفلة اللي جمعوها من الطلبة، وده لأنها بتكره إيلا وعاوزة تعمل لها فضيحة. وفي نفس الوقت بيفوق آدم وبيسمع جوي وهو بيتكلم مع الأطفال وبيقول لهم يجهزوا نفسهم عشان حفلة الرقص بتاعتهم. ولما بيرجع الحظيرة بتكون العصابة مراقبينه عشان ياخدوا منه الجوهرة. وبعد شوية بتروح إيلا للحظيرة عشان تاخد رأيه في الفستان بتاعها، لكنها مش بتلاقيه وبترجع البيت عشان تدور عليه. وفجأة بتقول لها إرني المدرسة بتاعتها إن فلوس الحفلة اتسرقت، وكده هي مضطرة تروح المدرسة عشان تعرف مين اللي عمل كده. في اللحظة دي بتروح إيلا تتكلم مع لوك وبتقول له إن إيلا مش هتحضر الحفلة لأنها سرقت الفلوس اللي جمعوها والشرطة تقبض عليها. فبيجي الكونغر دان وبيسألها انت ازاي عرفت ان إيلا مش هتحضر الحفلة، وبيشك كده ان هي اللي سرقت الفلوس. وبنكتشف ان الكونغر دان اتكلم هو كمان بسبب انه اتأثر بالجوهرة السحرية لما شاف جوي في الحظيرة. في الوقت ده بيكون جوي مع العصابة وبيهددون انهم هيقتلوه لو ما سلمهمش الجوهرة، فبيخاف جوي جدا وبيحاول يهرب، ولكن للأسف بيلاقي نفسه متحاصر وكل الأبواب مقفولة. وساعتها بتقبض المحققة على مادي بتهمة سرقة فلوس الحفلة بعد ما اتأكدت من كاميرات المراقبة في المدرسة انها هي اللي سرقتها. فبتقول لإيلا انها رجعت سجلات الحيوانات وعرفت ان جوي كان هربان من الملاهي. وبعدها بتدخل إيلا للحظيرة وبتخلي دان يشم الاسورة اللي عملها لها جوي عشان تعرف مكانه، وفعلا بيقدر يحدد مكان جوي وبياخدهم للمكان اللي مخطوف فيه. وبعدها بيكسر الازاز وبيدخل من الباب الخلفي، فبيسمع سام وجاكي صوت غريب وبيروحوا عشان يعرفوا مصدر الصوت دوت، وفجأة بيظهر لهم دان وبيضربهم. وبعدها بيروح لرئيس العصابة وبتضطر انها تسلم نفسها، وساعتها بيسلمهم جوي الجوهرة السحرية اللي معاه، وبيروحوا كلهم الحظيرة عشان يعملوا الحفلة. واخيرا بتيجي سالي مربية الحيوانات بتاعت جوي وبتشكر إيلا جدا عشان اهتمت بيه طول الفترة اللي فاتت، وبيخلص الفيلم.
انا عارف ان اكيد الفيديو عجبك، فيا ريت بقى ما تنسناش باللايك والسبسكرايب، والاهم كمان انك تفعل الجرس عشان يوصلك ملخصاتنا اول ما تنزل، ونلقاكم على خير في ملخص قادم ان شاء الله. مع السلامه.